السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نتلقى اليوم في فيديو جديد، فيديو اليوم متعلق مجال الربح من الانترنت. اليوم إن شاء الله سوف أريكم إثبات سحب بقيمة 0.35 دولار على حسابي في البايبال من تطبيق بلاي أند إيرن. إذا قبل ما نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإشتراك في هذه القناة ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف أضعها على هذه القناة إن شاء الله. الشيء الثاني، أود أن أشكر كل الأشخاص الذين قاموا بالإشتراك في صفحتنا على الفيسبوك. هذه هي الصفحة، هي خاصة ببيع وشراء مختلف العملات الإلكترونية مثل عملة البيتكوين، الدوجكوين، الإيثيريوم وغيرها من العملات الإلكترونية. كذلك من خلال هذه الصفحة نقوم بشراء وبيع أرصدة مختلف البنوك الإلكترونية مثل البنك الباير، الباي بال، البايسيرا أو البايونير. إذا الأشخاص المعنيين بهذا المجال، ما عليهم إلى الدخول في صندوق الوصف، سوف أضع لهم رابط هذه الصفحة، الرجاء الاشتراك فيها. الأشخاص المتابعين لفيديوهاتنا على هذه القناة، إن كان لهم أي استفسار حول أحد الفيديوهات، ما عليهم إلى الدخول في هذه الصفحة وطرح استفساراتهم. إن شاء الله سوف نقوم الإجابة على جميع الأسئلة، أسئلة زبنائنا إن شاء الله. إذا نعود إلى موضوع اليوم، وهو إثبات سحب بقيمة 0.35 دولار على حسابي في البايبال من تطبيق بلاي أند إيرن. إذا هذا هو التطبيق، سوف أترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في صندوق الوصف، وسوف أضع لكم كذلك رابط فيديو وضعته من قبل على قناتي شرحت فيه هذا التطبيق. ندخل إلى التطبيق. كما تلاحظون، هذه هي واجهة التطبيق. نذهب إلى الخانة هنا الثانية في الأسفل، نضغط عليها. كما تلاحظون، لدي في رصيدي 0 دولار، لقد قمت بسحب مبلغ 0.35 دولار منذ لحظات. نضغط على هذا السهم الصغير، ثم نضغط على كلمة ويدرو. كما تلاحظون، هنا تم سحب 0.35 دولار على الباي بال يوم 1 ديسمبر 2020. نذهب إلى حسابي في الباي بال لنتأكد من وصول المبلغ. كما تلاحظون، هذا هو حسابي في الباي بال. نقوم بتحديد الصفحة. كما تلاحظون هنا وصلتني 0.35 دولار اليوم فقط، تقريبا بعد طلب المبلغ بخمس دقائق وصلني هذا المبلغ. نضغط هنا على هذه المعاملة. كما تلاحظون، وصلت 0.35 دولار يوم 1 ديسمبر 2020. الشيء الجميل في هذا التطبيق وهو وصول المبلغ في أقل من 5 دقائق إلى حسابك في الباي بال. الشيء الثاني، لا يوجد أي اقتطاعات بالنسبة للمبلغ الذي قمت بسحبه. أنا قمت بسحب 0.35 دولار، وصلتني 0.35 دولار بدون أي رسوم، الرسوم يتحملها التطبيق. إذا هذا كل ما أردت قوله في هذا الفيديو إن شاء الله. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله.